ما أسباب تعرض الدين الإسلامي للتشويه والعدائية من قبل خصومه؟ وكيف ثبت وزادت قوته بالرغم من ذلك؟ ونقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. وإذا جريت مع السفيه كما جرى فكلاكما في جريه مذموم، وإذا عتبت على السفيه ولمته في مثل ما تأتي فأنت ظلوم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إلى الكتاب. ما أجمل نهضة بإذن الله، ما أروع يجمعنا رسول الله. كتاب أمة، كتاب قومة، نهج رسول الله. كتاب نهضة، كتاب وحدة، حبيب رسول الله. ما أرقى أن نحيا باسم الله، ما أغلى يهدينا رسول الله. بيان واضح، مورد مجدد، روح رسول الله. كتاب نهضة، كتاب وحدة، حبيب رسول الله. السلام عليكم إخوتي الأحباب في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بمعية الله وطيب حياتكم بنور حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم ممن أحبهم واصطفاهم وقربهم وأقامهم لأمره، وجنبنا وإياكم أن نكون من الغافلين المبعدين المفرطين القاعدين، اللهم آمين. وموضوعنا اليوم عن أسباب تعرض الدين الإسلامي للتشويه والعدائية من قبل خصومه، وثباته وازدياد قوته مع ذلك. وخصوم الدين الإسلامي يا شباب ليست فقط مؤامرات خارجية، وإنما ما نعيش اليوم أيضا أذناب هذه المؤامرات الخارجية، وأصبحت تفوق المؤامرات الخارجية اللي هي المؤامرات الداخلية. من يكيد للإسلام من الداخل أكثر أصبح من الخارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لاحظوا يا شباب على ربنا هو بيحكي لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إذن من يفعل هذا الفعل ليس فقط من الخارج، اللي هي مسألة السجون والتعذيب هذا وإهانة الناس ومذلتهم من كل متنفذ، هذا اللي هو لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وهون الكارثة والمصيبة الكبرى دائما وأبدا، مش متعلقة من العدو الظاهر، يعني هذاك معروف، أما لما يكون الواحد في أمته في عقر الأمة كمواطن أعلى شيء مرتبة في الأمة الإسلامية، يكون أكثر واحد مهان، سواء من أجهزة أو من متنفذين وغير هذه الآفة. هنا الكارثة الكبرى، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لما تلاقي ناس الآن في السجون إلها سنين سنين يا شباب، أهلكوهم
وأهلكوا أهلهم. إن ذبحوا والله العظيم مثل الدواب وأقل يعامل، لا أدوية لا حقوق لا ولا إشي، يعانوا الأمرين، بتلاقيهم في السجون كأنهم حشرات مش كأنهم بشر. والله يا شباب لا نقول إلا آن الأوان بحق لتقويم هذا الموقف. وقال تعالى وما تخفي صدورهم أكبر، لاحظوا يا شباب اللي هي الاجتماعات السرية أو كل من يتآمر على الداخل أو على المسلمين أو على الضعاف أو على اللي ملهمش جانب غير رب العالمين وملهمش وصايا، هذا وما تخفي صدورهم أكبر. التنسيقات الخفية الأمنية بالهم تخفى عن الله، اللي هي بكل وضاعة من يفعل هذا اللي هو يتآمر مع الخارج ضد الشعب. كل من يفعل هذا، احنا هون يا شبابنا نخرج عن مسألة انه فقط حاكم، في كثير متنفذين كمان يفعلوا هذا، ممكن الحاكم احسن منهم في بعض اوقات واماكن وازمان. فاحنا بنحكي على المبدأ هون وليس شخصا. ما تخفي صدورهم اكبر، لما نسمع يا شباب عن مثلا جديد في الاعلام ملا الاعلام كامل، تلاقي مثلا امارة اللي نال كل المسلمين منها، سبحان الله الأذى، كل الأمة الإسلامية نالها الأذى من هذه الإمارة. لما تلاقي والله إذا بتروح على فنادقهم كلياتها في كاميرات تصوير، طلعوا أنتوا فضحوهم في وسائل التواصل، يعني اللي بيروح بزور هناك أنت تصور أنت وزوجتك، يعني جريمة كبرى، بلطجة، خسة، نذالة، حقارة لم يسبق لها مثيل. يجب الأمة كلها إنها تقف ضد هذا السوء. ما في سوء سبحان الله إلا وبتلاقي إلها يد من كل النواحي، ما في عداء للإسلام والمسلمين إلا وبتلاقي إلها يد، حتى تجسس يعني على وسائل التواصل، على الأجهزة، حتى كاميرات في فنادقه. أنو مجنون بعد هذا والله بيروح يزور ولا بيروح هناك؟ أنو مجنون بعد ما انتشر هذا؟ وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واضح الكلام يا شباب، كلام فصل هذا من رب العالمين يا شباب، ليس جدال بيني وبينك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالأدوات اليوم إيش مطلوب من الإسلام والمسلمين؟ إيش مطلوب من المسلمين؟ إني أبيع ربي وأبيع رسولي، وبعد هذا كله يا شباب مش إني أعيش بكرامة، بعد هذا أكون نذل وأكون حقير وأكون مهان وأكون مطبل وأكون مزمر حتى إني أقدر أعيش. هذا فوق ما تبيع دينه. عشان هيك يحارب الإسلام يا شباب. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وبإذن الله قرب جدا بإذن الله تبدل الحال، أبشروا بكل خير. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وهنا يا شباب هذا يوضح ما نعيشه ويصف المشهد بما نعيشه. وطبعا يا شباب العدل الإلهي يقتضي إنه كل على عمله يبعث وما يستحق. لا تفكروا إنه نجعل المتقين يعني مثل الفاسدين والمفسدين، لا.
وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. لاحظوا انتم المشهد يا شباب، لا تأخذوه هنا من باب فقط المبالغة اللفظية، عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ هكذا من الحديث. فعلا يعني طلعوا انتم قوة انك تظل محافظ على دينك وربك ورسولك في هذا الوقت. القابض على دينه كالقابض على الجمر، وهذا ما نرى على أرض الواقع. وين يا شباب الصالحين؟ وين الأولياء؟ وين القائمين لله؟ وين العلماء الربانيين؟ أغلبهم وين؟ يا مطاردين، يا بتجسسوا عليهم، يا مهجرين، يا مقتولين، يا مسجونين أو معذبين. هون بتشوفهم، ما بتشوفهم والله وزراء ولا نواب ولا في أماكن في الدولة، لا لا، هذول أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والحين نيجي لحدث اليوم وقصة اليوم، وتعالوا يا شباب نعيشها أيضا مش نسمعها. هذول من درر الكتاب اللي لا يستطيع الآن كل مشكك في الدين الإسلامي وفي السنة وفي الآثار الإسلامية اللي كلياتها أصبحت الآن مشكك فيها، لا يستطيع أحد أن يشكك في هذا لأنه حاضر وشهوده موجودين وأحياء، ومن فضل الله كنا من أحد هذه الشهود، لا نتكلم إلا بأقل من الحدث وشاهدناه بأعيننا، لا يستطيع أحد أن يشكك فيه. وهذا مصدر قوي، هذه الحوادث من مصادر اليقين، ترجع اليقين لله بالله ورسوله، ويرجع اليقين بهذا الدين، وكلنا محتاجين لهذه الحوادث يا شباب، وأيضا علماءنا جدا محتاجين، الكل محتاج لهذا. فوالله هذا ما شاهدته أعيننا وسمعناه وعشناه، مش ما قيل. فتعالوا نشوف حدث اليوم، بركة ملامسة يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان أحد عباد الله يرى برؤية أن الحبيب صلى الله عليه وسلم، طبعا يا شباب لما نحكي يرى الحبيب يعني بصورته المعصومة اللي مواصفاتها دقيقة وقوية من السنة، فكان هذا يشاهد برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم قريب منه، ويد الحبيب صلى الله عليه وسلم تلامس يده. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في المشهد قريب منه، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم ماسك يده، كيف لما توقف قدام واحد فيمسك إيديك الثنتين هيك لما بده يتكلم. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد كان ماسك يد هذا أحد عباد الله وهو قاعد بتحدث معه. نحكي تقريبا الآن الوصف كلياته خذوه بالمعنى وليس 100%، وإن يعني نقرب كثير، إحنا نحاول المشهد دائما وأبدا، ولكن دائما نحكي بالمعنى. وعندما أفاق من نومه، هنا الصاعقة الكبرى يا شباب، هنا تفرجوا أنتم. فعندما أفاق من نومه لاحظ خروج رائحة عطر قوية جدا مثل خليط المسك والعنبر تخرج من يده اليمنى بشكل غريب وقوي جدا، مع انه كان لأيام ما مس عطر، يعني هذه الأيام اللي شاهد فيها الرؤيا ما كان مس عطر، يعني حتى لا قبلي بيومين. فمن شدة قوة العطر اللي قاعد يخرج من اليد هذا هو بعيد، والله يا شباب زي المبخرة، كيف المبخرة؟ يعني كان قوي جدا يعني بشكل ملاحظ. فهل هون انتهى المشهد يا شباب؟ لا، فقال: خليني أتأكد من أهل بيتي، خليني أشوف. فراح قرب يده على أحد منهم فقال له على طول: في رائحة عطر قوية، لاحظوا انتوا الوصف، شبه دهن العود تخرج بقوة من ايده. طيب راح عند واحد ثاني من اهل بيته
في بس يقرب ايده على المكان يقول له في ريحة عطر قوية قريبة من دهن العود او المسك او العنبر قاعدة بتخرج من الايد. فتقريبا راح لاثنين ثلاث. والله يا شباب ما انتهت المسألة عندهم. الاشي الغريب انه ظلت تزداد الرائحة مش تنقص، مش مثل العطر لما تحطه بيظل يتناقص، هذه الريحة كانت تزداد بدون يعني ما يقرب حتى على الأنف، يعني هو بعيد كانت ريحة العطر تطلع وظلت تفوح مثل المبخرة لنهاية اليوم. وبعديها ظلت لثلاث أيام، بعد هذا اليوم بلشت عاد تتناقص مع وجود اللي هو الوضوء والماء وهذا الغسل في كذا مرة، يعني ظلت لثلاث أيام. اليوم الأول ظلت تزيد لعند صلاة الفجر من ثاني يوم، وبعدين رجعت طبيعي، بلشت مش إنها تلاشت، لا بلشت تنخفض مع الغسل ومع كثرة الوضوء. وهذا يا شباب حتى نعلم إيش في النهاية بدنا نحكي، بركة مس يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا المصدر يا شباب نقول لكم من رسول الله، طلعوا أنتم المسألة، ليس فقط إنك بتشوف عليه الصلاة والسلام، هذا اللي بنحكيه، ودائما إلها أثر على الواقع، إلها أثر على المشاهد على وجهه، يعني بتلاقيه منير مستضاء غير دائما. تعرفوا يا شباب حتى في مرات يعني كان من الأهل مثلا من أهل هذا الرجل يعرفوا إنه شاهد الحبيب من جمال الوجه ثاني يوم ونقائه، يعني حصلت كذا مرة في هذا حتى نعرف إيش إنه إلها أثر عليه الصلاة والسلام. وهذه كثير يا شباب بينها في مواضع الأثر، يعني يحدث شيء فتقوم فتلاقي هذا الأثر موجود على أرض الواقع، أو يحدث معك شيء فيجي واحد يخبرك عن اللي صار معك واحد ثاني. لاحظوا هنا القوة، عرفتوا يا شباب إيش قيمة الكتاب؟ قصدنا إن نخرج يا شباب عن المجادلة بيني وبينك، ونخرج من الظنون إلى اليقين بهذا الأمر بالله ورسوله بإذن الله. والحين نيجي لأسباب تعرض الدين الإسلامي للتشويه والعدائية من قبل خصومه، ومع ذلك ثبت وزادت قوته. من لم تستطع أن تجاريه خاصمه، هاي من أسباب الكيد للإسلام والمسلمين. لا مجارة للإسلام والمسلمين، لا تقول لي يا شباب إن الدين عند الله الإسلام فقط، لا ديانات ولا خرابيط ولا إن هي أسماء إلا سميتموها أنتم وآباؤكم، لا يجاريه من الشرائع شيء. عدم العلم بكليته وجوانبه وكيفية الحكم والفتوى ومقاصد التشريع فيه، لأنه يا شباب الإسلام مبني كمنظومة متكاملة، مرونة متغيرة تناسب الوقت، وثوابت تصلح وصالحة ومصلحة لكل وقت وزمان، فهو منظومة متكاملة. انت ايش بتيجي؟ وكثير من الجهل لا يحيط في هذه الجوانب، يعني انا ما بقدر يا شباب احكي لكم بهذا الكلام الا يكون لي سنين عايش في هذا الكلام وشايفه وذايقه ومتعلمه ومن مصادر كثيرة، مش بس من مصدر واحد، وإدراكات واسعة ودراسات مختلفة غير عن تعليم الحبيب صلى الله عليه وسلم. لسه هذاك كله كوم، وتعليم الحبيب صلى الله عليه وسلم كوم، يختلف يا شباب عن كل العلوم هاي السهل الممتنع، يعني صعب انك تأتي بمثله على سهولته. بتلاقي في جوامع كلم شيء سبحان الله عالي جدا ويجمع السهولة بنفس الوقت، فيجب انك تحيط في كل هذا. الان اغلب يا شباب اللي ينتقد الدين الاسلامي او يظن هناك تعارض بين السنة والقرآن، او بين السنة في بعض، او القرآن في بعض، او السنة والقرآن في بعض، كلياته عن جهل. والله يا شباب ألوف عشت حياتي قاعد بطلع على المناظرات وبطلع على الاختلافات وكذا، تلاقي كثير في دكاترة يا شباب دكتور في الشريعة الإسلامية، دكتور في الفقه الإسلامي، دكتور فقه مقارن، يعني
والله يا شباب لا تصلح شهادته إلا حبر على ورق في المزبل، لا يصلح طالب حتى. الناس سبحان الله منبهرة في الكلام، عنده فن الكلام، ولكن كل شيء يأخذ مجزأ، لا يتكلم بإحاطة للقرآن كامل، لا يتكلم بإحاطة في التشريع الإسلامي كامل، جهل بكل معنى الكلمة. هذا إذا كان في بعض علماء وكثار يعني سمعت لهم، طب فما بالك من الخارج؟ يعني يجي واحد نصراني يقعد ينتقد، أو واحد حاقد على الإسلام والمسلمين مثل ما بيجيبوهم في القنوات كله، قال والحين يعني الفلح صار يطلع جوانب قال التناقض في الدين الإسلامي، أتيت بما لم تأتي به الأوائل. وطبعا يا شباب حتى تعرفوا التزييف، كل شيء ما تسمعوا الآن هو مردود عليه من سنين من علماء كبار، ولكن ما بيجيبوا الرد دائما، فقط ارمي الشبهات هيك زي هذول العهات الملحدين وأشكالهم هذولا، لما تلاقيه طلعوا انتو كيف بتلاقيه مضطرب وفي هبل هيك وفي تخلف في الكلام، يعني ما بتلاقيه منظم، وبتلاقيه فقط يلقي الشبهات وبعدين بروح لك على واحدة ثانية، بستناش حتى انه تجاوبه، بروح لك على واحدة ثانية هيك، وهيك يعني مسألة جهل كامل. فالدين الإسلامي يا شباب منظومة متكاملة لا يحيط ويعلمها ويدركها إلا من يحيطها من كل جوانبها ويتعمق فيها، ومن هون يأتي الخلل دائما وأبدا. الجهل به وجهالة منتقديه وتدني علمهم ومعرفتهم وأخلاقهم، هذا اللي بنحكيه. انتوا لاحظتوا جبنا حلقات الدارس في الدين الإسلامي والمتعمقين من غير المسلمين يمدحوه، والجهل هم اللي بذموه. إذا تم تنقية التوراة والإنجيل من التحريف لا تخرج عن شمولية الإسلام، اختلال التطبيق من متبعيه، وهي كارثة يا شباب. ظلمنا الإسلام كثير وشريعة ربنا ومنهج سيدنا محمد بأعمالنا. والله يا شباب لما بروح برا ويعجب كثير بالإسلام والمسلمين، وهي قيلت لإلي يعني، يا أخي أخلاقك راقية جدا، كلامك راقي جدا، يعني تفوقنا بكثير يعني، وإلك جذب غريب، هذا من غير المسلمين، ولكن ليش اللي بيجوا يفعلوا كذا وكذا من التجار؟ يعني هنا يسمعني التجار اللي بروحوا وبرتكبوا المعاصي، انتوا سفراء عن الإسلام والمسلمين، ولاحظوا الإثم، بيقول لك بروحوا بتطقسوا على البنات وبيصلوش ويفعلوا أفعال كذا، والكذب يعني في المواعيد وفي غيره، أنه اشتهر من فضل الله عن العبد لله أنه صادق في موعد، وأنا لما تعطيني موعد لازم أكون قبلي خمس دقائق موجود، وهاي آفة إحنا عنا. والله عادي، لاحظوا مع أنه آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، إحنا نفعلها كلياتها هذا في الموعد. بيقول لك ليش يعني بتفعلوا هيك؟ طلعوا أنتوا لما واحد يرتكب زي هاي البلاوي وتنسب للإسلام، والمشكلة وين يا شباب؟ في واحد منهم كان اسمه محمد، فتخيل محمد كذب، محمد كذا، محمد كذا، نسيء لله ولرسوله من حيث لا نعلم. مرض صراع الحضارات، وحكينا يا شباب إنه قيام الأمة الإسلامية الكبرى هو يدعم إيش؟ تعاون الحضارات وينبذ صراع الحضارات. ميول سيطرة الأقوياء على الضعفاء، والإسلام عائق وجدار منيع في وجوههم، هذا السبب الرئيسي يا شباب انشروه، هذا السبب الرئيسي لأعداء الإسلام والمسلمين. سيطرة الأقوياء وأصحاب النفوذ والفاسدين، وأغلبهم كثير منهم الأغنياء، على الضعفاء بمشاريعهم هاي الماسونية، وال يعني بدنا قلة في العالم والباقي يدوسوهم هيك، والإسلام عائق وجدار منيع الأكثر يعني مجابهة لهذا المشروع، لأنه الإسلام عدالة وحرية وكرامة لجميع البشر،
إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأفضلكم أخلاق، مش أكثركم نفوذ وسيطرة وأصحاب المال. التشويه الإعلامي المستمر من قبل الفاسدين ما زال الأقوى في حصد المتبعين لمطابقته فطرة الإنسان. الطعن فيه من أجل الشهرة لأنه الأبرز على مر العصور، فبتلاقي يا شباب لا يطعن في الدين الإسلامي أو ينظر عليه إلا واحد تافه والله بده يشتهر هيك. طبعا عداك عن العهات يعني والمتخلفين واللي خالصين بالمرة من داخل الأمة، اللي قاعدين ماسكين شوي السنة شوي القرآن ولا نصوص مقدسة منقدسهاش، لا بنقدس هبله وتياسته وعبطه، هذا اللي لازم نقدسه مش نقدس قرآن. الأكثر عظمة وأثرا على الناس منهجا ورسولا وكتابا، ثبت أنه الأكثر قوة وسلامة اقتصاديا واجتماعيا. لاحظتوا في الأزمات العالمية اتجهوا للاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية. الأكثر جاذبية لأصحاب العقول والأفكار والعلماء، طبعا وبالضد الجهلة سبحان الله يعادوا. الغيرة منه لأنه الأعلى موافقة بين الروح والجسد، كما أنه الأعلى موافقة بين الماديات والمعنويات. الحسد لأنه الأكثر مرونة وتماشيا مع المتغيرات والاجتهادات، لأن أتباعه الأقوى في الدفاع عن أنفسهم وردع المعتدي وإن كانوا أقل عددا وعتادا، فمن يعاديه عليه أن يدرك أنه خاسر لا محالة بإذن الله. الأكثر محاربة للفساد والفاسدين وشريعة الغاب، طبعا يا شباب بمنظومته العادلة للبشر ككل، لأنه الإسلام يا شباب عالمي، لا تفكروا فقط تحصروه للمسلمين، هيك احنا نظلم الإسلام لما بنفكر انه خير فقط للمسلمين. لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين. في المعايير الأخلاقية تجده الأول بلا منازع على جميع المستويات. والله يا شباب النهاية سمعتها بأذني من غير مسلمين في السفر. في حالة عدم محاربته وفي وقت الهدوء والحوار فإنه يعلو ولا يعلى عليه. البناء الأعظم الذي تدور حوله الأنظار إما محاربة وإما محبة، وذلك يعكس أنه الأقوى. هو الأكثر تحليلا وتفصيلا واختبارا على مر الزمن من غير متبعيه. كثير من الباحثين والعلماء أرادوا دراسته للطعن فيه، فهداهم الله بأن أسلموا لله رب العالمين، وما أكثرهم يا شباب. الحقد الأعمى دون إدراك مثل الصهاينة وأعوانهم، وأنا ملاحظ يا شباب إنه أعوان الصهاينة المتخفيين يعني في الأمة، حقدهم على الإسلام والمسلمين صار أكثر من الصهاينة أنفسهم، يعني صاروا شيطان الصهاينة هم أذنابهم في المنطقة والخونة هؤلاء. قوة منظومته وكيانه وضعف من يجاريه تسبب الخوف منه والتخويف منه، لأنه ما زال الأعلى في حصد العاقلين وذوي الأخلاق والباحثين عن الحق. المضطربون نفسيا والمنحرفون خلقيا والتافهون يرون في الإسلام قيدا لفسادهم ورذيلتهم وتعديهم على الآخرين. فيا شباب كل ظالم أو مستبد أو متنفذ أو حرامي لا يعجبه الإسلام والمسلمين ويحارب الإسلام والمسلمين. الحين يا شباب لما تيجي
وتحط قفل على باب بيتك، انت بدك تحمي نفسك. هل هذا سيعجب كل الناس؟ اغلب الناس ممكن يقول لك هذا من حقه ويعجبهم. مين اللي مش راح يعجبهم هذا؟ الحرامي. اوه حط قفل على باب بيته، صح؟ مش راح يعجبه هذا. الفاسد مش راح يعجبه، ليش حط قفل؟ يعني صارت اصعب اني اخترقه. فالفاسد ما بيعجبه هذا. مثل القفل لما تحكي مثلا الحجاب يمنع الرذائل والفواحش وتفكك الأسر. يا شباب الحجاب لا تفكروا هو فقط بس من منظومة دينية، يعني قوة الحجاب لا تفكروا. لاحظوا نسب الطلاق قديش صارت من وراء الوساخة والسفالات الموجودة على وسائل التواصل ونشر الرذائل. لاحظوا كل واحد قديش تفككت الأسرة وبده زوجته والله تكون مثل هل استغفر الله العظيم هذول اللي قاعدات بيطلع، وكثير منهم من ممثلات مصر استغفر الله العظيم. يعني قديش فكك الأسر، مش بس بنحكي بس يعني انه من باب ديني، لا، مخالفة الله ورسوله لا تأتي بخير أبدا يا شباب. تفككت الأسر، قديش حالات الطلاق كثيرة من وراء هذه الفواحش وعدم الحجاب. فالحجاب مثل مثلا قفل. الصايع الضايع الهامل الفاسد الزاني لا يعجبه الحجاب وبنظر عليه. وأما الرجل والمحترم والخلوق وصاحب المبادئ وصاحب القيم المتزن نفسيا وعقليا يحب تلاقي الحجاب. وقيس على هذا، عدم إدراكك للشيء لا ينفي وجوده. الحكم الصحيح على المنهجية يكون بمصدرها ونهجها وأثرها العام والأخذ بها دون تقطيع. مثل ما حكينا ما بنفع للإسلام أنك تتعامل معه اتخذوا القرآن عضين يعني متفرق، لازم بمنظومة كاملة. انحراف بعض المتبعين لا يضعفه كتشريع ومنهج. بمعنى يا شباب مش معنى انه المسلمين تركوا اسلامهم ولا ينفذوا اسلامهم يضعف الاصل في المنهج. مش معنى انه المؤمنين تركوا ايمانهم يضعف اصل المنهج ولو انه يضر بالمنهج، ولكن اصل التشريع لا يضعفه سواء من اتبعه أو من خالفه. تقاس المنهجية بمقياس الخير والفضائل التي تتبناها للناس ومحاربتها للرذائل، ولا يوجد مثل الإسلام في هذا. اعتماد غير المتبعين عليه في كثير من الأحيان فيه سبب الوجود وكمال الوجود واستمرار الوجود، وهو متطلب كل إنسان على وجه الأرض. والحين نيجي للواجب الخلقي، الإصلاح بين الناس. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ولاحظوا يا شباب، إذا من يبث الفتن في الأمة ويفرق في الأمة و يتعصب اللي لمذهبه واللي لحزبه واللي لطائفته واللي لمكانه، هذا كلياته طلعوا انتم حالقة، يعني هالكة يعني مدمرة. ومن أجل هذا حريصين كل من يعادي الإسلام والمسلمين وبده يضعف الأمة يا شباب بث الفتن. لما تشوف واحد يبث الفتن في الأمة اعرف انه شيطان ولا غير. تعريف الإصلاح بين الناس، ذكر محاسن الناس وإخفاء العيوب حضورا أو غيابا لإزالة خصام أو فتنة.
وهون يا شباب في هذا خليني أشير لبعض هؤلاء يعني محسوبين على المدرسة الوهابية والسلفية المتشددة. يا جماعة الخير، في موجودين على وسائل التواصل فقط لتصيد أخطاء المسلمين، عورات المسلمين، الصالحين من المسلمين، علماء المسلمين، كأنهم هذول الخطر. طلعوا قديش تفاهتهم، تلاقي لحته هيك وداير لي قاعد بتصيد فقط، إيه والله هذا حكى كلمة هيك وهذا حكى كلمة هيك، داير بتصيد. الآن هذول الخطر على الأمة، الحين مداهمة الخطر يعني تفكيك الأمة وكليات من هؤلاء، من إذا عالم زل بلسان أو إذا واحد أخطأ أو بتنفي مثلا كلام واحد سنين مثلا يحكي بإصلاح، فإذا أخطأ في شغلة لا يمكن أحكي كلام توافقني 100% ودائما، ولا يمكن أوافقك 100% ودائما. تعالوا نضل نتناحر ونتصيد الأخطاء لبعض، فنصبح صندوق قمامة، بدل ما نتابع الحسنات لبعض فنصبح صندوق كرامة، لأنهم يخشوا أنهم يتحدثوا عن الظلم والاستبداد والطغيان ودوس الناس من قبل هؤلاء الظلمة. شغالين في إيش؟ والله بده يتكسب على وسائل التواصل واليوتيوب، يجيب مشاركات. ما أتفهم، لاحظوهم يا شباب تافهين جدا، كان بيستنى عبين ما العالم يخطئ أو كذا، مش مخليين حدا، ما في حدا إلا وقاعدين بتصيدوا له في أخطاء. والله لو عملكم خالص لوجه الله ومحبة لله وتعي فرض الوقت وواجب الساعة لتلغي قناتك هاي كلياتها، وكذا واحد قاعد بشوفه من هؤلاء التافهين. ضد التعريف هو الإفساد بين الناس، ذكر عيوب الناس وإخفاء محاسنهم حضورا أو غيابا لإشعال خصام أو فتنة. ما هو هؤلاء سبحان الله أدوات بيد الظالمين قاعدين ليفسدوا في الأمة قاعدين. والحين نيجي لحكم اليوم. رقم واحد، من عظمة البناء وشدة جماله ونقائه وضعف أقرانه اتجاه الحديث عليه وتصيد الشبهات والخلافات فيه. 2، الذي يحارب الدين الإسلامي ويقمع متبعيه كمن يطفئ النار بالزيت. هيهات هيهات بإذن الله، فقط يهين نفسه فقط، وبإذن الله ربنا متم نوره على هذه الأمة كاملة، ولو كره الكافرون، ولو كره الظالمون، ولو كره المستبدون، بإذن الله. 3، تكمن قيمة الشيء في محتواه. والحين نيجي للنصيحة الطبية الوقائية، فالوقاية خير من العلاج. توصي إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة باستهلاك ما لا يقل عن حصتين من المأكولات البحرية كل أسبوع. طيب لسه الناس تتلاقي خبز لسه. لما لها من فوائد على صحة الإنسان، فهي قليلة الدهون المشبعة وتحوي على دهون الأوميغا الواقية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والالتهابات واضطرابات الصحة العقلية وجهاز الهضم والسكري والسرطان، وهي تشكل مصدرا للبروتين والحديد، وتحتوي على الفيتامين بي وبي 12. ونقول أتيت بمنطق العرب الأصيل، وكان بقدر ما عاينت قيلي، فعارضه كلام كان منه بمنزلة النساء من البعول، وهذا الدر مأمون التشضي، وأنت السيف مأمون الفلول، وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وأخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.